مرحبا بكم في قناة مطبختي نمسان. احنا في الموسم تاع التمر، والتمر السعر ديالو راه في متناول الجميع. لهاليوم جبته لكم في وصفة تمر محشي بدون عجينة اللوز، عملته غير بالأوقاو وبالجلجران، يجي روعة البنات. ان شاء الله يعجبكم، وحضروه لجميع مناسباتكم افراحكم، ولما لا حتى كي ما تكونش عندكم شي مناسبة فرحوا بها عائلتكم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. باش نحضروا وصفة التمر المحشي نحتاجوا الى كمية من التمر حسب الرغبة. شوفوا البنات، هذا التمر تاع بلادنا ما شاء الله، راكم عارفين التمر تاع الجزائر تمشي حتى للخارج، وحنا وقت التمر وراه في متناول الجميع، عليها استغلوا الفرصه وعملوا هذه الوصفه. اذا نشريو التمر ديالنا ونمسحوا مليح التمره ديالنا بحال سربيطه من الغبره، واختاروا التمر تكون شويه ابطراسه، ما تكونش معسله بزاف بزاف. انا شويه هذه اللي عندي معسله، باش هكذا كي تحلوها في الوسط وتنحيوا لها النواه ما تفزلكمش في الشكل. كي مسحت مليح التمر ديالي من الغبره، طنفدو هكذا السكين ونحاولوا نحيو هذيك النواه، هذيك العظمه اللي عندها في الوسط، وحاولوا تحافظوا على الشكل تاع التمره. بالنسبه للحشو، راني ماشي نعمل هاد لي دات فوغي غير بالاوقاو اللي هو الفول السوداني، هما الاصليين باللوز، يجيو بنان زمان كنا نعملهم باللوز كنا نعملهم بالالوان. الا سمحت لي فرصه كاش نهار يكون عندي اللوز دوك نعملها لكم باذن الله الوصفه. انا اليوم عندي غير الاوقاو، اذا شريت كميات الاوقاو وحمصتها في الفرن. انا شريت هذاك الاوقاو الابيض اللي من اي، حمصته في الفرن، شوفوا اللون ديالو هكذا شويه فاتح، ما تعملوش فونسي بزاف بزاف البنات. وكي تحمص لكم وهو شويه دافي فوتوا باش تطحنوه. عاود انا بديت نطحنه، شوف طحنوه في الغبو يكون شويه بويسون باش ما ينحرقلكمش الغبو. خصنا هاد الاوقاو يولي على شكل عجينه البنات، غير في الغبو نبقاو غير نطحنو نطحنو فيه، ما نزيدو له اي اضافه البنات. الا الاوقاو محمص وهو شويه دافي نفوتوا باش نطحنوه، المهم باش ما يحرقلكمش الغبو. طحنوا وريدوا طحنوا وريدوا، ولا حسيتوا الغبو ديالكم سخن خليوه حتى يبرد عاد كملوا الطحين تاع الاوقاو. انا ديك المرحله الاولى راها فاتتني عليها وشرحتها لكم. انا كملت الطحين تاع الاوقاو دوك نعاود نوري لكم كيفاش يولي لي. صاي البنات، اكتفي بالنسبه للاوقاو تاع الطحين ديالي. شوفوا كيفاش ولا، شوفوا طري بزاف، بقيت غير نطحن فيه حتى ولا في هذه النتيجه. نحيه من الغبو ديالي، في نفس الغبو ما غسلته ما والو، عاود حمصت شويه تاع الجلجلان حيت زوج معالق كبار، واني ماشي نطحنهم شويه باش نزيدهم الحشو. صاي اكتفي بالنسبه للجلجلان. حلوه منيانه ولا كاين اللي يسميها حلوه الترك، هذه تقريبا 5000 بالميزان. راني ماشا نفوتها في السكرفاج، نزيدوا الحشو ملعقه صغيره تاع ما زهر للذوق، هذه اختياريه، اللي ما يحبش ما يزيدهاش ما يزيدهاش. نحاولوا نجمعوا الحشو ديالنا، ولا ما نجمعناش نقدروا نزيدوا اي شويه تاع العسل، ما نكثروش بزاف العسل على خاطر حلوه منيانه حلوه. دم بيدي يا خير، شوفوا انا دوك ما نزيدش العسل البنات، عاخت الغبو ديالي يطحن مليح الاوقاو، شوفوا قريب ينطملي الحشو. نخلط مليح كامل المكونات مليح مليح باش يدخل الجلجلان مع الاوقاو مع حلوة منيانة يدخلوا بيناتهم. هاودا راني نعجن مليح الحشو، شوفوا نطملي نمسلو لا عسل لا شربات لا والو، وراه عندي طري شوف هاودا ويتشكل معايا بكل سهولة. هاودا الحشو ديالي راه نطملي، الا ما نطملكمش تحبوا تزيدوا ما زهر ولا العسل لكم الاختيار، ذوقوه وشوفوه. الا عجبكم في الحلاوه ما تزيدوا والو، ولا جاكم ناقص في الحلاوه زيدوا له شويه العسل. انا ما نزيدش، اكتفي غير بالحلاوه تاع حلوه منيانه مع الحلاوه تاع التمر وصاي تجينا نيشان. شوفوا القوام ديالو يجي رائع، شوفوا الطري هو ده راه حلو في يدينا ونقدو نشكلوه بكل سهوله.
والحشو ديالي راه واجد. نشكل الحشو ديالي على شكل تميرات صغار، وهنا الكميه حسب الرغبه، تحبوا تكثروا الحشو ولا تنقصوا. انا هذا كنعمل هكدا شويه كبار، ونشوف الا ما ادنيش نعاود نقص شويه. تايت التمر ديالي اللي حليتها هي ديريها واجده، والحشو راني شكلته على شكل تميرات صغار، وحاولت نعمل نفس العدد ودواء نفوتو باش ندخلوا هذيك الحشو في قلب التمره، نفتحوها وندخلوها ونسكدوا التمره ديالنا بهذه الطريقه. هاو غادي نحلوه ونطحيوه في الوسط. كي كملت وعمرت كامل هذوك الحبيبات تاع التمر ديالي، راني ذوبت كميه من الشوكولاته بالحليب، هي دي كنت عملتها في حمام مريم بماغي وذوبتها وما سلحت اضافه البنات. وجدت للتزيين هنا قطع تاع الجوز كانوا عندي، وهنا التزيين اختياري. نرفد الحبه تاع التمر ديالنا ونرفدو كوردون هكذا وندغزوها ونطليها، نغطسوها كامل ونقطروها مليح ونحطوها فوق الكيس بلاستيكي. وهنا قبل ما تنشف لنا الشيكولا نعملو نص حبه تاع الجوز. تحبوا تستعملوا الشوكه لكم الاختيار. نرفدوا الحبه تاع التمر بهذه الطريقه ونلفوها مليح بالشيكولا، بصح هكذا الشيكولا ما تجيش عندنا من تحت. نقطروها مليح نعاودوا نحطوها تنشف. هنا نتوما نختاروا الطريقه اللي تساعدكم، وما تنساوش للتزيين نحطوا لها نص جوزه من الفوق. هاولتو بنفس الطريقة نكملو نزين كامل الحبات تاع التمر ديالي، نعملهم كلاصاج بالشوكولا، نعاود نرجع لكم ان شاء الله. كملت وكلاصيت كامل الحبات تاع التمر تاعي، ودروا ذوبت حشوية تاع الشوكولاتة البيضاء. راني ماشية نعملها خطوط، هاد الخطوة اختيارية وهنا التزيين اختياري. هاولي الشوكولاتة السوداء ديالي ريها ناشفة، نعملها هكدا خطوط، نشوفو ان شاء الله في طبق التقديم. هذه هي وصفتي تنهار اليوم، وصفة التمر محشي بحشوة لذيذة جدا، رائعة رائعة طرية وبنينة. عملناها بالأوأو والجلجلان وزيناها بهذيك الكريدة تاع الجوج والشوكولاتة، روعة في البنة. واللي يحب هذا التمر ديالو يكون اقتصادي أكثر، مع اللي غير ما يعملش هذيك الكريدة تاع الجوج من الفوق. بالنسبة للحلاوة اكتفينا غير بالحلاوة تاع حلوة منيانة والتمر والشوكولاتة، والذوق ديالو جا رائع ما جاش حلو بزاف. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، جربوها في بيوتكم، وما تنسونيش البنات بدعواتكم بالخير اللي عندي تسوى الدنيا وما فيها، ونشوفكم فيديو اخر باذن الله.